تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهما البالغين من العمر 30 و36 سنة على متن مركبة من نوع سامبورا مدينة اللون للمدخل الجنوبي لمدينة الأغوار، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت ب 1740 كبسولة ليتم على الفور تحويل المشتبه فيهما إلى المصلحة. ومواصلة للتحقيق وبعد تكثيف تحريات في قضية الحال، تم توقيف باقي عناصر المجموعة الإجرامية المتكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم من 21 إلى 29 سنة، وحجز كمية أخرى من الأقراص المهلوسة قدرت ب 197 قرص زائد مبلغ مالي قدر ب 14 ألف دينار جزائري من عائدات بيع هذه السموم.